لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اختارت الجنوب إفريقي توم أبو أنجيل حكما لمباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025، وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يومي 6 و10 سبتمبر المقبل موعدا لمباراتي منتخب مصر. مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر صرف مكافأة استثنائية للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي بعد الفوز على إسبانيا 2-1 في الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد باريس 2024. منتخب مصر للرجال كرة اليد تعادل مع المنتخب الفرنسي بنتيجة 26-26 في ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 اللي بتقام في الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل. عمر العوضي بطل الملاكمة خسر في دور 16 في أولمبياد باريس أمام بطل أوزبكستان بنتيجة 5-0. بيشارك الاتحاد المصري للملاكمة بثلاثة لاعبين منهم عمر العوضي في منافسات وزن 71 كيلوغرام. البطل المصري عمر عصر لاعب تنس الطاولة كرر إنجازه السابق في أولمبياد طوكيو 2020 والتأهل إلى ربع نهائي في دور الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بباريس 2024، وفاز عصر على لاعب كازاخستان في دور 16 بنتيجة 4-2 ليصعد إلى دور 8. فريق الاتحاد السكندري تعادل سلبياً مع فريق إنبي في المباراة اللي جمعتهم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ورفع نادي إنبي رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري، بينما بيحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 40 نقطة. منتخب رجال سلاح السيف في منافسات الفرق خسر أمام فرنسا بنتيجة 45-41 في دور الثمانية بأولمبياد باريس 2024 لينافس على المراكز من الخامس للثامن. نادي إبسويتش تاون أعلن تجديد عقد الدولي المصري سام مرسي قائد الفريق لمدة موسمين قادمين حتى عام صيف 2026، ده بعد قيادة اللاعب ناديه للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. فريق توتنهام الإنجليزي فاز على فريق نجوم الدوري الكوري الجنوبي بنتيجة 4-3 في المباراة الودية اللي جمعتهم ضمن استعداداتهم للموسم الجديد 2024-2025. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لشاذلي وهبة علشان نكمل معاكم فقرات صباح خير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.